السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل متابعينا الأوفياء من داخل وخارج أرض الوطن. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو إن شاء الله وانتما في تمام الصحة والعافية. إخواني أخواتي، فكان بغي نستغل الفرصة وأنني نشكركم على كل من سول عليا وكل من سول فيا، سواء في الانستغرام سواء في التعليقات على الغيبة اللي غيبت. إخواني أخواتي، فكانت فترة استراحة فقط، وعدنا والعود أحمد. إخواني أخواتي، إيوا نبداو بسم الله على بركة الله. وقبل أننا ما ندخلو في صلب الموضوع كما العادة، إخواني أخواتي ما تنسوناش من اللايكات والبارتاج، وكثروا لنا التعاليق، كثروا لي التعاليق، جزاكم الله عنا ألف خير. إخواني أخواتي، غندويو على دنيا طالوني، دنيا طالوني وسط الشواد وأشباه البشر والعياذ بالله. انتما شو هذا؟ يا ويلي استغفر الله العلي العظيم. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. انتي واش هذه هي الساحه اللي غترجعي ليها وبقوه؟ ها وراك رديتيها تيرا وكتزعرطي فيها انتي واللوابه. انتي حق مولانا الكريم، الى بنادم عادي ما مشهور ما توزع ما يقدش يتصور مع هاد الماركات، والله الا قد يتصور مع هاد الماركات. قوم لوط، هاتي رجعتي مغنيات قوم لوط. ويلي استغفرت الله العلي العظيم، عشويه وتهزي رايتهم وتمي تزعرطي وسط التيرات. يا ويلي على راجعه بقوه، انتم هذا هو رجوع بقوه وسط اللوابه. الاخر ضرب عليها في الشيشه، والاخر ضرب عليها في كيسان ديال البيره والماحيه. ويلي استغفرت الله العلي العظيم. كانت مزوجه، كانت شويه محكومه، كانت شويه دير وتقيس، كانت عا شويه دير وتقيس. تورتور كان واخا كاك شاد شويه الجام، لكن عاد تورتور مشى في حالته وطلقت هي وياه. ايوا وعينيكم ما تشوف الا النور، السيده تميعت، السيده تميعت وتحلت. يا ويلي استغفرت الله العلي العظيم، شتو البشر عادي؟ والله العلي العظيم ما يقد يتصور معاه بحال هاد الماركات، والله ما يقد يتصور معاه بحال هاد الاشكال. انا ما عرفت عمني كتدبر عليهم. عاهما عاهما يا ربي السلامه على الوابه. واش تقاداو العيالات من الدنيا؟ واش تقاداو البنات من الدنيا؟ ما تصاحبي مع عيالات، ما تصاحبي مع بنات، ما تصاحبي مع دريات، ما تصاحبي مع، يا ويلي على الوابه 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 الوابه، على الفاصوليا الفاصوليا. راكي خلا الاخر كوكب الخضروات، عطولي عبين كواكب ديال الخضروات. السلامه يا ربي. والتقليد العور مع عندها مع احلام في البوزات وفي اللبس. واش ما قالوا لكش احلام ما كتلبش الصنداله تاع الميكا والدور بين الدروبه مع اللوابه؟ ها هات لفتيه مسكينه، ما عرفتي تكوني هيفا وهبي، ما عرفتي تكوني احلام شمسي. اضختي ايوا اللي ضخي شد الارض. احلام شمسي لبسات مكانه ساويه 350 مليون. ها ولا لبساتها حبيبتي جات عليها، كتغني غا في القصوره والحفلات الفخمه وفي البرامج الكبرى ومع الناس الكلاس والمحترمه، ماشي مع المشرملين والقطاطعيه. تحترمي غير جمهورك اللي طالع عليهم ومصوره عليهم بالصنداله تاع الميكا والتقاشر ومصوره مع اللوابه. اويلي حي، غا شافت احلام لبسات المكانه اللي كيلبسها شكون وشكون والسير كوموند، وخاص باش توصلك ديك المكانه وخاص على الاقل 9 شهور، واحد 9 شهور وتي مجرجره وتي كتسناي ديك المكانه ديريها في يديك. ايوا والمطره ديالنا، غا شافت احلام شمسي لبسات المكانه وصبحت الصباح لابساها. ايوا العلم الله منين دبرت عليها واش من القريعه ولا من كراج علال. انت واش ديك المكانه عندك فلوسها؟ وتي وليتي كتغني غير الاشباه البشر، هل دوك اللي هرموناتهم ما عرفوها واش ديال الرجاله ولا ديال العيالات؟ ما شاء الله ما شاء الله على طيطي ما مصوره مع عبد الوهاب الدكالي ومع وائل جسار، كلهم قاموا وكلهم قنصوا. استغفر الله العلي العظيم. ايوا اخواني اخواتي، الاخت عندها مع الفالصو الميطاسيو بطبيعه الحال والمدرح عاطيه قتله، انضادر ديال السودور والوجه تخمج، ابغى تكوني هيفاء وهبي الصحه.
قالت ليها كي عيبوا عليا ويجيو عندك يقولوا لك هالعيله عمل لي في حال طيطيمه منيتك. واتي يا مسكينه الطبيبه اللي مشيتي عندها تقولي ليها بغيتك ترجعيني هيفاء وهبي، اش ديك الحاله درتي في وجهك؟ واش داك الشوهه؟ واش داك التخباز؟ راه اللي قال لك جيتي زوينه حق مولانا الكريم حتى بغى فيك الخدمه، وداك شويه ديال السمعه اللي بقات عندك هكا كرفصوها لك وكيجفوا لك بها يمين ويسار. عيقتي بلا قياس، خرجتي على السيطره، غلبت صندالتك تاعت الميكا وكتكشطي بها في الدروبه والكباريات مع اللوابه، واحد على اليمين والاخر على اليسار، هاي ضربوا عليك في الشيشه والكيسان تاع الماحيه. اش هاد الفضيحه؟ انا بعدا راه ما طيقتش هاد المنظر، وحق مولانا الكريم اخواني اخواتي ما طيقت هاد المنظر، والصوت اللي تخرشش وتدعدع اويلي استغفرت الله العلي العظيم. ومع من جالسه وفرحانه والفم ولا فيه ميترو، اش داك الوجه اللي عييتي ما تخسري عليه في الفلوس، عييتي ما تنفخي في الشي وترقي وتضعفي، ومازال خيبه ومازال داك الوجه خيب. وانتوما راه وجهها ولا داير فحال السرج تاع البيكالا. اول حي ولا استغفرت الله العلي العظيم على حالة الجل عاشق ومرتو، استغفرت الله العلي العظيم. وانتوما راه المتلوفه قالت لكم لابسه بالانسياغا من راسها الى رجليها وفرحانه وما قادها فرحه. انت واش ما فراسكش الاخته؟ وي او المتلوفه، انت واش ما فراسكش باللي في اخر اعلان ديال هاد الماركه هادي بانها حرضت على اختصاب الدراري الصغار، على انهم كتحرض على اختصاب الدراري الصغار اي بالاطفال، ولا ما بقاتش فيك انسانيه؟ هو انتما راه عريبان وما جايب اخبار بان هاد الماركه دايرين ليها عباد الله العالم مقاطعه، ودايرين ليها مقاطعه في العالم كله، وعباد الله لاحوا الملايين ديال الدولارات في الزبل. دوري جين بطبيعه الحال اخواني اخواتي ماشي المدرح السواقي الميطاسيو ديال صحابات جلابات النمر والديكاباج في الشعر الكرد، وانتي مازال لابسه البلايك واللوغوات من راسك حتى لرجليك. هاتي والله تهدرتي الضحك في راسك، غامش عليك الراجل وتي الدوخي وليتي دايره كيشي متحول، هوزتي فيه زدتي فيه وتميعتي. اخواني اخواتي دوزوا بخير، اعطوني اللايكات واعطوني البارتاج واعطوني الراي ديالكم في خانه التعليق. الى هنا انهي حلقه اليوم، الى الفيديو المقبل اخواني اخواتي ما تزابيوش، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. خليت لكم راحه والسلام عليكم.